السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في تغطية جديدة من على ذوق النجوم. اليوم نتشرف بالتواجد أنا أخوكم علي آل سلوم مع الشيف إدريس هنا في شنغريلا دبي. شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة، طبعا صاحبة البيان، وتواجدنا في هذا المكان الطيب في إحدى مطاعم الأوتلتس اللي في شنغريلا. صح، جميل. شو موعدين به نحن اليوم شيف؟ شنو نقدم اليوم؟ عندنا طبقين. الطبق الأول هو سمك على الطريقة اللبنانية. جميل، بسم الله. نتبل السمك. اوكي، نتبل السمك. طيب الله. أوكي. والله هذه شرائح للهامور. لان متعودين نحن الهامور يكون يعني متين شويه او غليظ. نتبلها. شو نحط؟ ملح. عاد انا هذا الملح اخمن هذا الملح شويه شذي زين. كمون. اوكي، نحط خلاص. تمام، كمون. حلو شف، ان لكل بهار كمون احسن شيء للسمك. الكمون جميل. ها، وايد جميل. شوي بهار. بهار شوي صار عشان ما يكون وايد حار. نحط كثير ولا شويه؟ بعد شويه. هلا احنا نطبخه في الفرن لغايه مده 8 دقائق. 8 دقائق. جميل. اوكي، وبعدين نسوي احنا الصلصه بتاعنا. حلو. ونجهز اخر شيء. توكلنا على الله. يعني طريقه صار كثير. توكلنا على الله. جميل. الله. اوكي، زيت زيتون. زيت زيتون، هاي واحد. اوكي، وبعدين انت تخليه لين ما يحر، بعدين تبدا تحط فيه كل اذا الان احنا راح نبدا اللي هي الاشياء الاولى. نعم. انك تحط البصل كله ولا شويه بعد؟ طبعا احنا حارين على الزيت. جميل. والان شويه ثوم. حلو. ونحط الحين من الفلفل الاصفر. جميل. طبعا هو سر النجاح في التنظيم. صح. لما تكون مرتب نفسك، عندك جميع الخضروات مقصصه وبهارها طيبه، فلفل اخضر، الاحمر، الاصفر، اذا اونيون طبعا، البصل والثوم، انواع الفلفل. والان راح نحط هذا الفلفل الاخضر تشيلي حار، الفلفل و شيء طيب. والحين هلا بعدين نبلش في البهار. اوكي، البهارات. كمون. الكمون اذا هو شيء اساسي مع طبخ السمك، لابد ان يكون في كمون. احسن بهار، احسن بهار للسمك. هذا الفلفل الحار. فلفل حار. اوكي، بودرة الفلفل الحار ضرورية. واخر شيء البقدونس. البقدونس ضروري بعد البقدونس. الله، استوت هذه الصلصة. صح، جميلة. ما انتم شايفين؟ نرويهم شيف. والسمك طبعا كان على الفرن جاهز، طبق جميل. حرك شوية الصلصة، صارت جاهزة. نخفف شوية الحرارة. الله، نحط شوية. جميل. نغطي السمك. انا خففت عليه الحرارة صحيح؟ لا صح. اوكي، مفروض زي كده. خلصنا من الدش الاساسي وتلك السمكة الحارة اللذيذة الجميلة، والان راح ندخل على الحلاوة. نبدأ نحط اول شيء الحليب اللي هو المكون الرئيسي في ام علي. بسم الله. ونحط السكر. كم الكمية يا شيف نحط؟ كله 60 جرام. 60 جرام. نحط شيء ونبدا نحرك شويه الحليب مع السكر. نفس الكرواسون اللي يبقى منه تيمعه وتقدر تسوي منه الخبز، لان الخبز او الامور هذه وايد مهمه في عمليه تكوين ام علي. حلو يعني. والان راح نحط لها شويه بيستاشيو، الكاجو مع الزبيب. ممتاز. حركة شوية مع بعض نخلطه. والآن طبعا التمر مع أنواع التين. تمام، يلا ترياه شوية. بدأ يغلى. زين، نبدأ نحطه شوي. نحطه على هنا. بتحطه داخل هنا عفوا. أوكي، يلا نحطه هنا.
اوكي خلصت طبخناها من الفرن جاهزه. حلو. تمام. الوقت في طريقه التقديم يعني. جميل. نزينها شويه الان. اوكي نحط شويه كاجو.